أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة المايكرو سيرفيسز. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن يعني ايه دوكر، يعني ايه كونتينر، ايه الفرق بينه وبين الفيرتشوال ماشين، وازاي استخدمه انا كديفلوبر علشان ابني بيه الابليكيشن بتاعتي وباكج بيه الابليكيشن بتاعتي، وازاي استخدمه انا كديف اوبس انجينير علشان امانج بيه البايب لاين علشان اعمل كونتينيوس انتجريشن وكونتينيوس ديبلويمنت. الحلقة دي هنتكلم عن كوبرنيتس. كوبرنيتس من التوبكس اللي يمكن تكون لأول وهلة تبان صعبة شوية، تبان معقدة شوية، علشان كده احنا هناخدها على حلقات. هنخلي الحلقة دي تكون بتتكلم عن الأساسيات والمبادئ بس، مش هندخل في التفاصيل ومش هناخد ديمو عملي عن كوبرنيتس، لكن هنركز على المبادئ الأساسية. هنتكلم يعني ايه كوبرنيتس، هو بيفيدني في ايه، وانا محتاجه أساساً ليه. طيب تعالوا ندخل في الموضوع. اول حاجه، هو انا امتى محتاج كوبرنيتس؟ احنا عرفنا ان دوكر انا بحتاجه علشان اباكج بيه الابلكيشن، اكريت كونتينر ايمج. كوبرنيتس انا عارف ان هو ريليتد برضو بموضوع الكونتينرز وموضوع الايمجز، بس الفرق ان دوكر هو الاداه اللي بتخليني ارن الكونتينر. عاده انا هستعمل دوكر على الماشين بتاعتي از ديفلوبر، لكن لما هروح على production environment انا محتاجه deploy الابلكيشن دي على مجموعه سيرفرز كتير، كوبرنيتس بيجي دوره هنا. هو الاوركستريتور اللي بيحرك الكونتينرز ديت على الفيزيكال سيرفرز. بمعنى ايه؟ عندي مجموعه سيرفر كتير، محتاج حد يمانجهم. ممكن تفكر فيه از ان هو الادمن اللي بياخد باله من السيرفرز، وفي نفس الوقت بياخد باله من الابلكيشنز اللي راننج على السيرفرز ديت. لو خدنا مثال، عندي 10 سيرفرز وعندي ابلكيشن عايز ديبلوي منها 5 نسخ على 5 سيرفرز منهم. كل اللي انا بعمله ان كوبرنيتس بقول له لو سمحت ديبلوي الابلكيشن دي 5 نسخ من الابلكيشن دي. كوبرنيتس عارف ال 10 سيرفرز الموجودين ايه منهم عنده افيلبل ديسك سبيس وافيلبل بروسيسنج باور وافيلبل ميموري، وهو اللي هيقرر انهي 5 سيرفرز من دول اللي هي ديبلوي عليهم الابلكيشن بتاعتي. طب واحد من السيرفرز دول بقى داون، شوت داون، حصل فيه مشكله، الديسك بتاعه حصل فيه كوربشن، وات ايفر، واحد من السيرفرز دول نقص، بقوا 9 سيرفرز بس. مشكله كوبرنيتس ان هو يريديستريبيوت الابلكيشن ديبلويمنتس اللي كانت حاصله على ال 10 سيرفرز على ال 9 سيرفرز التانيين اللي لسه افيلبل، ولما يقوم السيرفر العاشر يبتدي يرجع يريديستريبيوت الابلكيشنز تاني. وبالتالي انا ما بقتش مهتم بالتفاصيل، هي الابلكيشن بتاعتي عايشه على اي سيرفر من دول. كل اللي انا بقوله له لو سمحت ديبلوي للابلكيشن دي بعدد معين من النسخ من الابلكيشن دي، وهو شغلته يمانج السيرفرز، يمانج الابلكيشن بحيث تفضل الابلكيشنز دي قايمه بالريسورسز المتاحه من السيرفرات الموجوده. طبعا دي مهمه صعبه شويه بالنسبه لكوبرنيتس، فبالتالي هو لازم يكون في شويه مبادئ وشويه اساسيات بياخد باله منها. يلا ندخل فيها بالتفصيل بقى واحده واحده مع بعض. اول مبدا هنتكلم عنه هو الكلاستر. الكلاستر هو مجموعه من النودز او مجموعه من السيرفرز. السيرفرز دول قد يكونوا فيرتشوال ماشينز وقد يكونوا فيزيكال سيرفرز. فالنود بالنسبة لي هي بتمثل سيرفر الواحد، تمام؟ الكوبرنيتس كلاستر هو الكلاستر، هو مجموعة السيرفرز اللي بيمانجهم كوبرنيتس. وبالتالي في الرسمة اللي عندنا دي واضح ان انا هنا عندي الشكل ده هو يمثل النود، فانا هنا في الكلاستر ده عندي 3 نودز. طيب عندي حاجة رابعة اسمها ماستر. الماستر دي هي عبارة عن نود من النودز، فيرتشوال ماشين برضو زيها زي الثلاثة التانيين، بس الفرق ان دي ماستر نود. الماستر نود دي هي شغلتها ان هي تمانج باقي النودز. بمعنى الماستر دي هي اللي انا بكلمها علشان اقول للكوبرنيتس لو سمحت اعمل كوماند معين، ديبلوي ابلكيشن معينه. الماستر دي هي اللي بتنفذ التعليمات بتاعتي، هي اللي بتكيب تراك بانا عندي كام نود ثانيه متاحه، وبتكيب تراك بالافيلبل ريسورسز والافيلبل والابلكيشنز اللي ديبلويد على كل نود وهكذا. فالماستر دي هي اللي شايله الداتا بيز الاساسيه بتاعه كوبرنيتس، اللي شايله المعلومات المهمه عن الكلاستر بتاعي. هل انا لازم يكون عندي ماستر واحده؟ مش لازم.
لا في السيناريوز اللي علشان نكفر فيها الهاي افيلابيليتي لازم يبقى عندي 2 أو 3 ماستر نودز، علشان لو واحدة من الماستر نودز دي وقعت التانيين يقوموا بالدور بتاع الماستر نود. برضه في الكلاسترز الكبيرة ممكن يكون عندي عدد كبير من النودز، يعني مثلا ممكن يبقى عندي 3 ماستر و10 نودز أو 3 ماستر و100 نودز. طبعا كل نود هي فيرتشوال ماشين مرن عليها دوكر، علشان دوكر ده هو الران تايم اللي هتقوم لنا الكونتينرز بتاعتنا المختلفة، ومرن عليه حاجة اسمها كيوبلت. الكيوبلت هي بروسيس عاملة دايما كوميونيكشن وكوميونيكيشن مع الماستر نود، بتسمع منها بترسيف منها الكوماندز عشان تنفذها، وبتبعت للماستر كل المعلومات اللي حاصلة جوه النود دي. تمام، لغاية هنا عرفنا يعني ايه نود، يعني ايه ماستر، يعني ايه البروسيسز اللي بترن جوه كل نود. طيب تعالوا ندخل على الجزء اللي بعده، الخطوة اللي بعدها، وهي البودز. يعني ايه بود؟ البود هي وحدة البناء جوه كوبرنيتس، هي الحاجة اللي انا بقدر ادبلوي عليها، او هي الحاجة اللي انا بقدر ادبلويها جوه كوبرنيتس. ممكن نقارنها بفيرتشوال ماشين، ممكن نقارنها بكونتينر، ما ينفعش نقارنها قوي بالكونتينر لان هي في الحقيقه البود قد تكون عباره عن كونتينر او اكتر. بمعنى ايه؟ لو بصينا على بود 1 اللي في الشكل اللي قدامنا ده، هي متديبلوي عليها كونتينرايزد ابلكيشن، يعني هي بود ليها اي بي زي ما احنا شايفين الاي بي بتاعها مثلا 10 10 10 1، وجواها كونتينر واحد، جواها ابلكيشن عباره عن كونتينر، المربع او البوكس ده عباره عن كونتينر. طيب تعالوا نشوف بود 2. بود 2 دي جواها حاجه زياده عن الكونتينر، عباره عن فوليوم. الفوليوم ده اللي هو ايه؟ الفوليوم ده هو الاستورج اللي انا بستور فيه الداتا بتاعتي. وبالتالي انا البود 2 دي ليها اي بي مختلف، شايله كونتينر وشايله فوليوم. الكونتينر ده لما بيجي اكسس الاستورج بتاعته بيأكسسها عن طريق الفوليوم. طيب تعالوا نشوف البود 3 اللي بعدها. البود 3 دي عبارة عن 2 كونتينرز مع بعض، شايفين فوليوم واحد. بمعنى ايه؟ انا عندي 2 كونتينر، ممكن يكون لو هدي مثال على ايه الحالة اللي ممكن توصلني لده، عندي ويب ابلكيشن بتحط لوجز، وعندي فالويب ابلكيشن دي نفسها عبارة عن كونتينر، وعندي كونتينر تاني بيأكسس اللوجز ديت عشان يبعتها لحته خارجيه لداتابيس. فمثلا الويب ابلكيشن بتكتب في فايلز، الفايلز دي تتسايب على الفوليوم، نفس الفوليوم ده بيأكسسه كونتينر تاني بيقرا اللوج فايلز ديت ويبعتها على داتابيس مثلا. وبالتالي انا عندي 2 كونتينرز بيأكسسوا فوليوم واحد، وكل ده شغال على اي بي واحد اللي هو 10 10 3. بود 4 أعقد شوية، فيها 2 فوليومز وفيها 3 كونتينرز. فلو جينا نقول تعريف البود هي إيه؟ البود هي عبارة عن كيان جواه مجموعة ممكن كونتينر أو أكتر، ممكن يكون جواه فوليوم أو أكتر، وليه أي بي أدرس. تمام كده؟ طيب إيه علاقة البودز دي بالنودز اللي اتكلمنا عنها وبالكلاستر؟ تعالوا كده نماكسمايز الموضوع ده. انا ممكن يبقى عندي النود، لو احنا كبرنا كده النود ديت هو الشكل السداسي اللي قدامنا دوت مالي الشاشه، زي ما قلنا هو عليه بروسيس مرنة دوكر وعليه بروسيس مرنة كيوبلت، والكيوبلت دي بتاخد كوماندز او اوامر من الماستر نودز علشان تنفذها. فجالها امر انها ديبلوي بود 1 عليها الكونتينر الفلاني، وتقوم مكريتها بود 1 جوه النود اللي هي فيه. جالها امر تاني تكريت بود 2 وبود 3 وبود 4، فبالتالي بقى عندنا النود ديت اللي هي الفيرتشوال ماشين اللي عندنا بقى جواها 4 بودز. كده عرفنا العلاقه ما بين البودز وما بين النودز، وطبعا وعرفنا ان البود شايله جواها كونتينر او اكتر. وبالتالي البود مش بتماب 1 تو 1 للكونتينر، بس انا ممكن افكر فيها لو عايز ابسط الامور، لما بعوز ديبلوي كونتينر بديبلويه بقول له كريت لي بود وحط لي عليها الكونتينر الفلاني. لكن البود الواحده زي ما اتكلمنا ينفع تستور هوست اكتر من كونتينر مع بعض، والبود هي اللي ليها اي بي مش الكونتينر.
تعالوا نروح للخطوة اللي بعد كده. الخطوة اللي بعد كده هي الريبليكا سيت. لما يكون عندي ابلكيشن، الابلكيشن دي مكونة من بود جواها كونتينر وفوليوم، عايز ديفلوي اكتر من نسخة من الابلكيشن دي. ليه هحتاج اعمل كده؟ علشان انا عايز الابلكيشن بتاعتي دي تبقى افيلبل لاكبر عدد من اليوزرز، عايز لما الابلكيشن بتاعتي دي تقع يبقى في اكتر من نسخه شغاله، وبالتالي لما نسخه فيهم تقع الباقي النسخ هتفضل شغاله وقايمه وبتسيرف الريكوستات اللي جايه عليها. وبالتالي بيبتدي يظهر عندي حاجه اسمها ريبليكا سيت. ريبليكا سيت دي عباره عن ايه؟ عباره عن سيت يعني مجموعه، وريبليكا يعني منسوخة، ريبليكا يعني مكررة، ريبليكيتد. فبالتالي أنا عندي بود 1 وأقدر أقول له طلع لي من البود دي ثلاث نسخ، فيقوم مديبلوي لنفس الكونتينر بنفس الإيمج، مديبلويها ثلاث مرات، كل واحدة فيهم واخدة أي بي مختلف، أقدر أكلمها لوحدها. الريبليكا سيت دي هي المصطلح اللي كوبرنيتس بيستخدمه علشان يراقب المجموعة دي من البودز. الريبليكا سيت ليها حاجة اسمها كنترولر. الكنترولر ده شغلته ايه؟ شغلته وهي بروسيس قايمة جوه الكلاستر، كل شغلتها انها تراقب البودز اللي انا قومتهم دول، علشان كل ما بود منهم تقع تقوم واحدة تانية بدلها على نفس النود، على نود تانية مش فارقة معايا. وبالتالي انا كل اللي قلته الكوبرنيتس، لو سمحت انا عايز ثلاث نسخ من البود بتاعتي دي. الريبليكا سيت هي الديفينيشن بتاع المجموعه الثلاثه بودز دول. الريبليكا سيت كنترولر هو البروسيس اللي قايمه طول الوقت بتراقب الثلاثه بودز دول، لو واحده فيهم وقفت، حصل فيها مشكله، حصل فيها ايرور لاي سبب من الاسباب، هنقوم بدلها واحده. طيب الخطوه اللي بعدها، أنا قومت الكونتينر بتاعي أو الأبلكيشن بتاعتي، قومت منها ثلاث نسخ زي ما إحنا شايفين بثلاثة أي بيز مختلفة. طب لو أنا عايز أكلم واحدة فيهم هكلمها على الأي بي بتاعها. طب لو أنا عايز أكلم السيرفيس دي بتاعتي بقى أو الأبلكيشن بتاعتي، عايز أكلمها إن جنرال، أنا عايز أبعت ريكوست للأبلكيشن بتاعتي، أنا مش عارف هو في كام بود، عايز أبعت ريكوست يجي لي ريسبونس، مش فارق معايا يروح لأنهي بود من دول. يجي عندنا كونسبت جديد اسمه السيرفيس. ايه هي السيرفيس؟ السيرفيس دي تقدر تفكر فيها كده، لما كنا بنهوست الابلكيشن بتاعنا على اكتر من سيرفر كان بيبقى عندي حاجه اسمها لود بالانسر. اللود بالانسر ده شغلته انه يديني اي بي واحد، لما ابعت له الريكوست هو يفورورد الاي بي ده، يراوته على واحده من السيرفرز اللي افيلبل لي. السيرفيس شبه كده بالظبط. السيرفيس عباره عن سيرفيس ليها اسم وليها اي بي. الاي بي بتاعها مختلف تماما عن الاي بيز بتاعه البودز اللي تحتها. كل شغله السيرفيس ديت، السيرفيس ديت هو نتورك اوبجكت، ما هواش سيرفر حقيقي موجود، ما هواش كونتينر قايم، ما هواش اي حاجه، هو نتورك، حاجه في النتورك ليها اي بي. ببعت ريكوست عليه، تفورورد الريكوست ده لواحده من البودز اللي السيرفيس دي شغاله عليها. فزي ما انتم شايفين في الرسمه هنا، الابلكيشن بتاعتي ديت عندنا هنا مثال، يعني المثال اللي مدينه هنا في الرسمه سيرفيس A وسيرفيس B. سيرفيس A ليها اي بي اخره 9.1 وجواه بود واحده جوه النود دي. البود دي الاي بي بتاعها 10.1، كل ما هبعت ريكوست على 9.1 هتبعته للبود اللي تحتها، هي تحتها بود واحده، فهي مش بتعمل حاجه غير ان هي تفورورد للبود دي. طيب سيرفيس بي دي سيرفيس كبيره شويه، عندها 3 بودز، الثلاثه بودز دول متخصصين على 2 نودز مختلفين، على 2 سيرفرز حقيقيين مختلفين. البودز بتبدا باي بي هات 10.2 10.3 10.4، دول الثلاثه بودز اللي بيسيرفوا الابلكيشن بي. فبالتالي عندي سيرفيس اسمها سيرفيس بي واخده اي بي تاني خالص اسمه 9.2، لما هبعت اي ريكوست على 9.2 ده هيروح لواحده من البودز ديت انا مش عارف هي مين. طب لو بود من البودز ديت وقعت، لما هبعت برضه ل 9.2 هيروح للاثنين بودز اللي موجودين. طب لو زودت عدد الثلاثه دول خليتهم 5، نفس الكلام 9.2 بيودي على الخمسه بودز. وبالتالي
زي ما اتكلمنا كده، السيرفيس هي الحاجه اللي بتكسبوز لي اي بي واحد اقدر اكلمه يلود بالانس ما بين البودز اللي تحته اللي موجوده. طيب ازاي بعرف في كوبرنيتس السيرفيس، وازاي اقول لها السيرفيس بي دي بتشاور على الثلاثه بودز دول وسيرفيس ايه بتشاور على البود دي؟ بيظهر عندي كونسبت جديد اسمه ليبلز. الليبلز ديت هي زي التاجز، انا بدي وانا بكريت البود بديها ليبل، بقول له مثلا الليبل ده عباره عن كي وفاليو، الكي ده بتاعي مثلا بيساوي اب والفاليو عباره عن بي. سيرفيس ايه دي؟ الكي بتاعها اب والفاليو اي. لما بقول له كريت لي سيرفيس بدي للسيرفيس ديت، بقول له لو سمحت السيرفيس دي بتسيرف البودز اللي واخده ليبل اب بتساوي اي. وبالتالي كده السيرفيس عرفت اي بود جديده هتظهر في الكلاستر واخده الليبل ده اب بتساوي ايه، السيرفيس دي هتشاور عليه. نفس الكلام سيرفيس بي بتشاور على الثلاثه بودز، وانا بكريت الثلاثه بودز اديتهم ليبل اب ايكوالز بي، وبالتالي سيرفيس بي بتشاور على الليبل اللي اسمه بي ده. تعالوا نروح للخطوه اللي بعد كده، الديبلويمنت. ايه هي ده الديبلويمنت؟ الديبلويمنت دي هي الحاجه اللي انا بقول بيها لكوبرنيتس اعمل لي ديبلويمنت لسيرفيس، واضحه وسهله. طيب ايه الفرق بين الديبلويمنت والريبليكا سيت؟ احنا اتكلمنا الريبليكا سيت هي لما بحتاج اقول له ريبليكيت البود دي ثلاث مرات، يبقى هكريت ريبليكا سيت تحتيها واقول له الكاونت بتاعها ثلاثه ومن التمبلت من البود تمبلت ديت. حلو. الديبلويمنت هي ليفل اعلى من الريبليكا سيت، وهي الحقيقه الديبلويمنت دي هي الحاجه اللي ريكومندد للناس كلها تستخدمها. يعني انا مش المفروض اكريت بود بنفسي ومش المفروض اكريت ريبليكا سيت بنفسي، المفروض اكريتهم عن طريق ديبلويمنت. الهدف من الديبلويمنت ايه؟ الديبلويمنت بتكريت تحتها ريبليكا سيت، وبتكريت والريبليكا سيت بتكريت لي البودز. ليه في التسلسل ده من الـ من الاوبجكتس؟ عشان نشرح الديبلويمنت لازم ناخد مثال معقد شويه. المثال ده عباره عن ايه؟ عندي ريبليكا سيت عليها ثلاثه بودز، والثلاثه بودز دول كان عليهم فيرجن 1 من الابلكيشن بتاعتي، وانا عايز ديبلوي فيرجن 2. هحتاج اعمل ايه؟ ممكن تقول لي هحتاج اديليت الريبليكا سيت دي خالص وكريت واحده جديده واخده فيرجن 2 برضه بثلاثه ريبليكاس. لو عملت كده يبقى انا هيجي لي وقت دليت فيرجن 1 ولسه مستني فيرجن 2 تقوم على الثلاثه بودز الجداد بتوع ريبليكا سيت 2. طب امال ممكن اعملها بطريقه ثانيه؟ اه ممكن اكريت الريبليكا سيت الثانيه الاول واتاكد انها قامت وبعدين ادلت الريبليكا سيت الاولانيه. بس زي ما انتم شايفين كده احنا بنتكلم في ايه؟ بالريبليكا سيت على بعضها. يعني انا لما هكريت الريبليكا سيت الثانيه دي هكريت ثلاثه بودز جديده، فهيبقى عندي في وقت من الاوقات سته بودز، ثلاثه عليهم فيرجن 1 وثلاثه عليهم فيرجن 2. هل دي اكتر حاجه طريقه افيشنت ان انا مانج بيها ديبلويمنت؟ لا. الديبلويمنت عايزه تكون بالتدريج. فانا عايز مثلا انا عندي ثلاثه بودز عايز اوقع منهم واحده وديبلوي مكانها فيرجن 2، لما دي تقوم اوقع اللي بعدها وديبلوي مكانها فيرجن 2 وهكذا. اللي انا بقوله ده اللي انا بتكلم فيه ده اسمه رولينج ديبلويمنت. ما ينفعش اقول لكوبرنيتس ينفذه من غير الاوبجكت اللي اسمه ديبلويمنت. ديبلويمنت ده عباره عن ايه؟ عباره عن كنترولر. الكنترولر ده شغلته ان هو بيمانج مجموعه من الريبليكا سيتس، هي قد تبان للاند يوزر يعني هي ريبليكا سيت واحده، بس انا بقول له ابلاي عليها تشينج معين وبسيبه هو يابلاي التشينج ده تدريجيا لغايه ما يوصل للديزايرد ستيت، للحاله اللي انا عايز اوصل لها. انا بقول له انا عندي، خلينا ناخد المثال اللي ابسط من كده، انا عندي ريبليكا سيت جواها بود واحده، تمام؟ وهو المثال اللي في الصوره ده، انا عندي ديبلويمنت ايه؟ الديبلويمنت دي زي ما انتم شايفين كده هي اوبجكت راننج جوه الماستر نود بيراقب البودز والديبلويمنت وبيراقب البودز والريبليكا سيتس اللي شغاله. وانا عندي هنا سيرفيس، عندي ثلاثه نودز، الثلاثه نودز زي ما انتم شايفين كده فاضيين ما عدا واحده فيهم جواها سيرفيس ايه عليها بود واحده. طيب هاجي عايز سكيل اوت
سيرفيس ايدي، عايز اكبرها، عايز اخليها تاخد ثلاثة، عايز اخليها تاخد اكتر من بود، هدي له كوماند لو سمحت ديبلويمنت اي دي، عايز اوصلها، هي كانت في ستيت جواها بود واحده، عايز اوصلها لستيت جواها اربعه بودز. اللي هيحصل ان الديبلويمنت دي هتاخد الامر ده وتبدا تدور على هي الستيت اللي احنا فيها فيها كام بود، يبقى احنا محتاجين ثلاثه كمان نزودهم واحده واحده، تبتدي تزود تكريت ثلاثه بودز جداد بالتدريج واحده واحده، وكل ما واحده فيهم تقوم تبقى up and running السيرفيس اي دي باي ديفولت بتشاور عليها. كده بقى عندي فيرجن من الديبلويمنت عليها اربعه بودز. خد بالك ان كوبرنيتس بيكيب تراك بالهيستوري بتاع الديبلويمنت، عشان لو حصل واديته ستيت مش عجباني اقدر ارول باك الديبلويمنت اللي حصلت دي ويرجعني للستيت اللي كانت قبلها. بعد ما بقى عندي اربعه بودز عليهم فيرجن 1 من الابلكيشن، عايز ديبلوي فيرجن 2، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان ديبلويمنت الديبلويمنت اي دي، لو كل اللي هقوله لها انا عايز اربعه بودز عليهم فيرجن 2، دي الستيت اللي انا عايز اوصل لها. هل هتروح مدليتا الاربعه مره واحده وتكريت الاربعه مره على بعض؟ لا، اللي هيحصل ان هي هتاخد واحده واحده تدلت نود وتكريت واحده مكانها بالفيرجن الجديده. بنيو اي بي ادرس بالابديتد ابلكيشن. تمام؟ وانس ان ده اشتغل هتاخد البود اللي بعدها، تدلت البود اللي بعد اللي كانت في النود الثانيه ديت وتكريت لي واحده جديده مكانها. وهكذا، تفضل تعمل كده لغايه ما نوصل للديزايرد ستيت اللي هي عندنا اربعه بودز كلهم واخدين الفيرجن الجديده. طب لو في النص حصل مشكله والبود اللي انا بقومها دي ما قامتش، هتفضل وراها، مش هتمسح، يعني مش هتعمل التشينج مره واحده. اللي بيحصل ان التشينج ده بيعمله تدريجيا بحيث اقدر اديها بارامترز تقدر تشتغل على كام نود ات تايم. ممكن اخليهم تشتغل واحده واحده، توقع واحده وتحط واحده مكانها وبعدين تخش في اللي بعدها. ممكن اقول لها لو انا عندي 10 بودز ممكن اقول لها اشتغلي 3 3، ممكن لو انا عندي 100 اقول لها اشتغلي 10 10 وهكذا. في الاخر انا اللي بتحكم في سرعه تنفيذ الستيت الجديده اللي انا عايز اوصل لها ديت، وفي نفس الوقت عندي القدره ان انا اعمل رول باك لديبلويمنت، وعندي وفي نفس الوقت الديبلويمنت دي بتراقب البود قامت ولا لا. لو البود دي حصل فيها ايرور، لو فيرجن 2 دي حصل فيها ايرور ومش قادره تقوم، الديبلويمنت بتقف بتستنى، بيفضل عندي الستيت بتاعت فيرجن 1 لسه موجوده ما راحتش. كل ده بيحصل اوتوماتيك، انا مش بمانجه بنفسي. انا كل اللي بقوله لكوبرنيتس انا عايز الديبلويمنت دي بدل ما كانت الستيت بتاعتها اربعه بودز عليهم فيرجن 1، كل اللي بابديته انا خليت الابديت دي الايمج دي بتشاور على ايمج جديده، دوكر ايمج جديده اسمها فيرجن 2، التاج بتاعتها فيرجن 2. الديبلويمنت بتقوم بالواجب كله، بتعمل كل اللي بيحصل ده، اسمه رولينج ابديت، بيحصل تدريجيا. عندي القدره ان انا اوقفه في النص، اعمل له بوز، اقول له كمل، اقول له رول باك للستيت اللي قبلها او للفيرجن اللي قبلها. بكده احنا خدنا شويه مبادئ اساسيه في كوبرنيتس، اتمنى انها ما تكونش ان الشرح بتاعي يكون مبسط الى حد ما. الحلقه اللي جايه هنشوف الحاجات دي عملي، هيبقى عندنا كوبرنيتس كلاستر ونشوف الحاجات دي ازاي اقدر انا شايفها، وازاي اقدر ايديت فيها، وازاي اقدر اعمل ديبلويمنت جديده لابلكيشن جديده جوه كوبرنيتس كلاستر. اتمنى تكون الحلقه مفيده، لو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. شكرا، مع السلامه.